بعد التعديلات والتحسينات اللي أجريناها على الكود بالدروس السابقة، لا زال أمامنا موضوع دنماهد أمام عمرنا يتحدث عنه، لأن المواضيع الضرورية اللي راح تخلي الكود مالتنا يكون مكتوب بشكل أكثر بروفيشنال. فشنو هذا الموضوع؟ تعالوا خلينا نبدأ بهذا الدرس والدروس القادمة نتحدث عليه. اليوم أحب أتحدث عن موضوع الديبندنسي. احنا ذاكري سابقا لما تحدثنا عن الكلين كود ولما تحدثنا عن السولت برينسيبلز ضمن هذا الكورس. طيب شنو يعني ديبندنسي؟ لو تلاحظ الان بالهوم فيو موديل عندي هنا انا برايفت فال ريبوزيتوري مارافل ريبوزيتوري يساوي لي استدعاء كونستراكتر من كلاس المارفل ريبوزيتوري امبلمنتيشن. اوكي، هذا معناه أنه كلاس الهوم فيو موديل depend on المارفل ريبوزيتوري، يعني الهوم فيو موديل يعتمد على مارفل ريبوزيتوري implementation. وهذا أيضا معنى أنه حتى يقدر الهوم فيو موديل يؤدي وظيفته فراح يحتاج إلى object أو يحتاج إلى كلاس المارفل ريبوزيتوري implementation. إذن هذا معنى home view model depend on Marvel repository implementation، وهذا راح يسمي dependency. لنروح إلى class هذا Marvel repository implementation، فراح نلاحظ أنه هذا class يعتمد على object اسمه character mapper، وأيضا يعتمد على API service. إذن إحنا نقدر نقول أنه الكاركتر مابر هو عبارة عن dependency للمارفل ريبوزيتوري implementation class، وبنفس الوقت المارفل ريبوزيتوري implementation class depend on character mapper. المارفل ريبوزيتوري implementation class cannot function، ما يقدر يدي وظيفته without الكاركتر مابر، يعني ما ممكن يشتغل بدون وجود هاي. طيب الآن لو أروح أيضا على أي كلاس آخر، مثلا لو أروح الـ API Service، فهنا أنا راح يحتاج إلى Object من نوع Retrofit. هنا أيضا هو يعتمد على Object آخر، لكن هذا الـ Object يجيني عن طريق البولدر، وهذا الـ Object نفسه مع الـ Retrofit يعتمد على HTTP Client، وأيضا هنا أنا آني مرر لي بشكل مباشر. فإذا أكو شيء يعتمد على شيء آخر، وهذا السلوك يعتبر bad practice بالsoftware development. ولما نتحدث عن OOP، طيب كيف راح تقيم كودك وتعتبر أنه أنت هنا عندك tight coupling عالي وأنت يصير اعتماد من شيء إلى آخر، أو شنو الشيء اللي من أشوفه راح أقول أنه أكو مشكلة عندي والdependency بالproject ما مهندلها بشكل صحيح؟ مجرد أنه تلاحظ وجود constructor لكلاس داخل كلاس آخر، إذن راح تعرف أنه أكو مشكلة. لا أروح إلى Home View Model فإذا ألقى Constructor مع Marvel Repository Implementation دا أنشئ Object من عنده، فمعناها هذا يعتمد عليه، وأي تغيير راح يصير بهذا الكلاس يجب أنه أنا أقدر يجب أنه أغير ضمن هذا الكلاس. هاي رقم واحد. رقم اثنين، إذا أريد أجي أكتب تيست، فالتيست راح يكون صعب لأن هذا implementation، أنا دا أعتمد على implementation مباشر ثابت ما أقدر أغيره، وراح يكون ثابت. إذن عندي مشكلة وأحتاج إلى حلول. المشكلة صارت واضحة، الحلول بالدروس القادمة، تابعونا.